خارجة الذي أمد به عمر رضي الله عنه عمرو بن العاص من هو؟ هل هو من المهاجرين أم من الأنصار؟ الجواب أنه خارجة بن زيد وهو من الأنصار وهو صهر أبي بكر رضي الله عنه، فزوجة أبي بكر التي توفي عندها هي بنت خارجة وهي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وقد قال في ذلك الشيخ أحمد البدوي رحمة الله عليه في الأنساب في ذكر عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهي حظية وبنت أخرى بنت اللذين بشرى بالأخرى، يقول بنحلة عن القياس خارجة خص السخي بنت خارجة، بنحلة عن القياس خارجة أي صداق غير مألوف لدى الصحابة، خص السخي وهو طلحة بن عبيد الله البياض بنت خارجة وهي بنت أبي بكر الصديق التي ولدت بعد موته، فإنه عند موته قال لعائشة رضي الله عنها قد كنت وهبتك جلال 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت حستيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك. قالت أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ قال أرى لا بطني بنت خارجة أنثى، فكانت أم كلثوم من تابعي. وخارجة هذا قتله الخوارج لما أرادوا اغتيال علي ومعاوية وعمر بن العاص، فأرسلوا عبد الرحمن بن ملجم إلى علي رضي الله عنه فقتله في الليلة 27 من رمضان، والذي أرسلوا إلى معاوية رضي الله عنه ضربه فأصابه في عجيزته ونجا معاوية من ذلك، والذي أرسلوا إلى عمرو بن العاص صادف ليلة فيها صرير وضجيج، وعرف عمرو أن الأمن غير مستتب فيها فقدم خارجة للصلاة صلى بالناس، فضربه الخارجي بسيفه المسموم فقتله. فلما كان يظن أنه قتل عمرو بن العاص، لما علم أنه قتل خارجة قال أردت عمرا وأراد الله خارجة، فأرسلها مثلا.